الصغراء سائق في منظمة الرؤية العالمية تحت مشروع دائرة النفايات الصلبي. نحن حاليا موجود في مخيم الأزرق، نشتغل في جمع النفايات الصلبي مع صدور قانون الحجر من الحكومة الأردنية، منع التجول ومنع التجمعات والتجوال. ما زلنا على رأس عملنا، وترافقنا دائما سيارة شرطة إلى المكب لتفريغ الحمولة المذكورة هناك. ونحن حاليا بننام في المخيم وأمورنا الحمد لله. أنا محمد علي الكومي من سوريا، أعيش في مخيم الأزرق للاجئين، أعمل في جمع النفايات الصلبة مع منظمة الرؤية العالمية. وبسبب فيروس كورونا تم تطبيق هذا التجوال في المخيم بناء على طلب الحكومة الأردنية. بناء على ذلك تم افتتاح السوق والمخابز من الساعة 7 صباحا حتى 10، ومن ثم هذا التجوال. وفي ذلك الظروف الصعبة بسبب فيروس كورونا ما زلنا في عملنا على أكمل وجه من أجل نظافة المخيم ومن أجل بيئة نظيفة خالية من الأمراض.